الاهلي يهزم الجونه بثنائيه نظيفه ويستعيد نغمه الانتصارات مره اخرى. كابتن شريف، كابتن عادل، كابتن اسامه، كابتن بلال، الف مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله. مبروك كابتن. نبتدي نرحب نجمنا في التحكيم، خبير التحكيم كابتن نصر عباس. هنبدا بيه لان عنده حاجات كتير جدا 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 النهارده عايز يقولها. اهلا وسهلا كابتن نصر، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي نجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل ابو رحمه، كابتن بلال. جديد اللي عندك يا كابتن نصر. خلينا بس نقول مبروك النادي الاهلي الاول. النادي الاهلي النهارده اللي بيتحدى الكل، مش مجامله، النادي الاهلي النهارده بيتحدى التحكيم بامانه. وانا مش هتجنى على حد يا كابتن ايمن، مش هتجنى على حد، انما اللي بيحصل النهارده ده من ظلم تحكيمي واضح يا بلال. حالات موجوده مظبوط، وهعمل مقارنات غريبه جدا انت حتى هتستغرب. صح. لما انت النهارده ركله جزاء صحيحه مليون في الميه نتيجه الدفع يا اسامه من الخلف، وهي هي الحاله في الدقيقه 70، ما بتحسبش هنا وبتحسب هنا. صح. مش بجيب من عندي يا كابتن بلال، انا بجيب من معاييرك انت كحكم ومن معاييرك انت كفار. اللي بس النهارده كابتن ايمن ده، يعني النهارده النادي الاهلي النهارده انا بقول النهارده بيتحدى الجميع. مظبوط. بيكسب فوز مستحق عن جداره بلعبته، ولكن لحد امتى التحكيم يا كابتن النهارده هيقف قدام النادي الاهلي؟ السؤال. احنا مش بنطلب غير حق النادي الاهلي. صح. واي نادي النهارده ليه حق ياخده، ولكن ما حدث من الفار النهارده من عدم التدخل في ركله جزاء حسام حسن لابد ان يسال عنه. من يحاسب الحكام؟ من مسؤول عن الحكام يحاسب الحكام كاتوا عن اخطاء الحكام؟ النهارده النادي الاهلي بينافس، الزمالك بينافس، لابد النهارده يكون كل واحد يعرف هو فين. انما انا شايف النهارده بجد التحكيم النهارده انا مش شايف مين مسؤول. المسؤول النهارده في المغرب بقاله شهر، ودي علامه استفهام. انا مش عاوز اتكلم في حاجات خاصه باتحاد الكوره، ولكن من غير ما اقول النهارده غير سلاجة الحكام موجود في المغرب شهر، وعندي منافسات كبيره في الدوري الممتاز، وعندي اخطاء تحكيميه موجوده، وعندي حكام اجانب بتيجي وانا مش موجود. من يدير لجنه الحكام؟ مين بينوب عنه هنا كابتن؟ من ينوب عن لجنه الحكام؟ مين يعين الحكام يا كابتن ايمن؟ مين بيعين الحكام النهارده؟ تعيينات الحكام عليها علامات استفهام بجد. يعني علامات استفهام يعني النهارده على علامات التحكيم النهارده كابتن، والتعيينات بالذات لابد النهارده انا تمشي بمعايير. ومين اللي بيعين؟ اللي بيعين مدير اللجنه اللي هو الكابتن احمد ابو العيله. السؤال هو انت كابتن احمد بتبعت التعيينات للكابتن عصام في المغرب وهو بيعمل لك كونفيرم عليها وبترجع انت تقول اوكي؟ كابتن لجنه التعيينات دي تبقى لجنه كامله من اعضاء اللجنه كابتن بلال، يعني ايه؟ يبقى بلال واسامه عرابي وايمن وانا وهكذا. نقف نعين الحكام، نشوف الحكم المناسب في المناسبه. ولكن النهارده اللي بيحصل التعيينات فيها عدم المعايير الصحيحه، يعني بيقولوا ايه؟ من فضلك الحكم اللي عنده مشكله مع النادي الاهلي او مع النادي الزمالك او مع اي نادي ما ينفعش انت تجيبه لي كل مره ويلغي لي مره ركله جزاء وما يدخلش مره في ركله جزاء. النهارده في ظلم واضح جدا جدا ضد النادي الاهلي. لولا لاعبي النهارده النادي الاهلي واصرارهم في هذه المباراه، انا بتكلم بامانه ومش مجامله، مظبوط، كان ممكن النهارده المباراه تروح للتعادل او تروح لهدف لصالح الجون. مين اللي كان على الفار يا كابتن النهارده؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه يا كابتن النهارده، وائل فرحان. وانا بتكلم يا كابتن يا اللي بتعين الحكام من فضلك، لما يكون في حكم عنده مشكله قبل كده من فضلك، احنا عندنا 76 حكم فار يا جماعه، في ايه؟ مش هينفع انا اقرب بلال 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 اسامه عرابي شريف عبد المنعم ايمن شوقي، مش هكررهم عن 76 حكم من فضلك. فاضل بينهم الافضل يدير. ايوه. ولكن تاني بقول النادي الاهلي النهارده لولا النهارده الروح والاصرار، النهارده النادي الاهلي يتحدى الكل، يتحدى الكل بما فيهم طاقم التحكيم بالكامل، عدم حساب ركله جزاء صحيحه، عدم طرد لاعب الجونه، وهجيب اللعبتين يا كابتن بلال دي 15 فوت ان فوت، هات دهس على رجل لاعب الاهلي، الحكم يبعد 5 متر بالظبط، لم يشهر بطاقه. انا لما ابتديت قلت الحكم البولندي نتعلم منه، الناس زعلت. صح. احنا جبنا الحكم البولندي ادار مباراه الاهلي والزمالك، النادي الاهلي خسر. احنا قلنا ايه يا كابتن بلال؟ قلنا الحكم العلامه الكامله للحكم البولندي. صح مظبوط. ولكن يبدو احنا ما بنتعلمش، يبدو ان احنا النهارده بنشتغل بالمزاج، وده في التحكيم ما ينفعش. خلينا بقى نروح للحالات يا كابتن ونشوف. انا انا النهارده بتكلم، خلي بالك انا يعني حزين على التحكيم طبعا. انا مقص التحكيم، انا يعني اشتغلت في لجنه الحكام 11 سنه، مسؤول لجنه فنيه، ما كانش هذا المستوى موجود. طب ممكن اسالك سؤال بعد اذنك كابتن؟ ده تعمد كابتن؟ مش هتكلم في تعمد، لان لا، ما أنا هو سؤال ده تعمد ولا جهل كابتن؟ انا مش هتكلم في تعمد، ولكن
اللي احنا شايفينه ده كابتن انك انت بنقول النادي الاهلي الحقوق ياخدها. النادي الاهلي ياخد حقوقه، مش بنتكلم في انك انت بقى في فكر تاني ليك، لكن النهارده اللي بيحصل ده، لا النهارده اللي بيحصل ده طب ماشي في مصلحه كره القدم يا كابتن بصفه عامه. ممكن يكون في تعامد في التعيينات. بلاش موضوع بلاش التعيينات يا ايمن، بلاش القرارات. انا عن نفسي مش راضي عنه تماما، لان التعيين طيب. النهارده زي ما قلت يا بلير، واحده واحده، هناك لجنه حكام مسؤوله عن تعيينات الحكام وليس فرد، وليس فرد. يعني اسامه عرابي النهارده وبلال وانا اكيد احنا لينا عينين ممكن نشوف ده افضل ونشوف ده افضل. النهارده لجنه الحكام مش موجوده بتعين صح. اللي بيعين واحد بس كابتن. هي المشاكل الفنيه دي، يعني معلش خليني اسالك، يعني اللي احنا شفناه النهارده ده دي مشاكل فنيه بحته، يعني قرارات فنيه. انا النهارده في بنالتي قدامي، انا شايف بالعين المجرده ان بنالتي، رحت للفار في ضابط، يعني انا بشوف هل دي زي ما كنت كلامك بسها من شويه دي امكانيات حكام ولا دي الحكام قصد النادي الاهلي؟ ما هو برضو احنا يعني لما يكون حاجه بعينيك شايفها ولامسها، يعني طبيعي جدا، يعني ما يختلفش عليها 2 3 4. ما ينفعش تقول لي ايه، طب اصل في فار، اصل في، طب الحكام بره بتحسب بنالتي من غير ما يرجع للفار. الحاله دي يا كابتن بتاعت البينالتي بتاعت حسام حسن اتكررت مرتين، مره حسبها لصالح الجونه ومره حسبها في نص الملعب لصالح النادي الاهلي لصالح محسن. كويس، طب ما الكره هي كانت في 18. كابتن ايمن مع كابتن بلال، كابتن النهارده انا جاي عامل مقارنه مش هجيب من عندي، مش انت الحكم المباراه، مش انت اللي ما حسبتش ديت، وانت اللي حسبت دي يا كابتن شريف. هو مستني ايه يا كابتن؟ سؤال بس، انا بتكلم هو لو ادى ضربه جزاء مش في فار بيقول له ولا لا؟ بالظبط كده، مش انا استنى لما الفار كابتن يعني اختلاف المعايير. شريف ركله جزاء حسام اسهل ركله جزاء في الدنيا يا اسامه. انا النهارده كمهاجم لما بحط جسمي واللاعب بيجي ادفع بالجسم، خلي بالك اوتوماتيك هتاخد ركله جزاء. هو قال له مش بانه دي الف ب ابلال، وانت كنت مهاجم وعارف، حطيت جسمك قدام المدافع، المدافع جاي نتيجه الاندفاع ركله جزاء، الحكم يبعد قريب. طب انت ما حسبتش، ماشي، عندك خلل في الرؤيه، عندك خلل في زاويه الرؤيه، ما قدرتش كويس. هو انا النهارده كابتن انا بجيب الفار ليه؟ انا بطبق الفار في مصر. انا النهارده الفار ليس له وجود يا كابتن. يا كابتن ما في واحد الا بالمزاج. ماشي، ما هو في واحد على الفار فرحان ان النادي الاهلي متعادل. كابتن فرحان، انا بقول كمان التعيينات يا جماعه من فضلكم، من فضلكم، هناك حكام مش عايز اقول عندهم مشكله في التقدير، عندهم مشكله في الخبرات، من فضلك اختار الحكام اللي عندهم القدره يا اسامه. احنا النهارده النادي الاهلي بينافس، الزمالك بينافس، عاوزين الحكام اللي عندهم القدره والشخصيه التحكيميه يبقى متواجد. ما يجيبش حكام تتاثر، ما يجيبش حكام تحسب بعشوائيه او تحسب بالمزاج، دي نحسبها ودي ما نحسبهاش. هناك معايير للقانون حددها. المخالفات، الدفع في الماده 12 موجود طبعا، والدفع بالجسم والدفع باليد حاجه ثانيه. لاعب يجب ان يتم شرع له البطاقه الحمراء في الدقيقه 35، قرارين واضحين، الدقيقه 15 دهس على القدم واضح، يبعد الحكم 5 متر صح. هنجيب الحاله ده كابتن ايمن، واحنا لينا واقفه مع طاقم التحكيم ومع لجنه الحكام، لان احنا النهارده كيان مسابقه الدوري العام النهارده يا جماعه، خلي بالكم الامور كده رايحه في حته ثانيه. مش الكابتن عصام كان قال ليه تصريح كده مشهور ونزل بيه كذا مره، قال لو جه خبير اجنبي هقدم استقالتي؟ كابتن عصام كان بيتكلم كتير جدا جدا، ويجب ان هم يعني كاتحاد كره كل الكلام اللي قاله يتحاسب عليه. حضرتك انت لما جه الخبير يا اسامه يا شريف قلت للخبير ده اقل كفاءه مني ولا يصلح، ودي مشكله. خلي بالك انا كمسؤول في لجنه الحكام، اقل كفاءه منه؟ هو قال ان الحكم، هو قال كده ده قال ان الخبير الاجنبي اقل كفاءه مني، وهو مش محاضر في الفيفا وانا محاضر في الفيفا. هذا الكلام يا كابتن النهارده انا في منظومه التحكيم في كيان اتحاد الكره لابد ان انا اتحاسب عليه، لان اللي اختار مين؟ لا هيحاسبك يا كابتن اتحاد الكره. اللي اختار جلاتنبرج هو مين يا كابتن ايمن؟ اتحاد الكره اللي اختاره. كابتن اتحاد الكره يحاسبك طبعا اذا كان ما حاسبش وليد العطار اللي اخطا في حق النادي الاهلي وحق انا بتكلم مصر. في المنطق يا كابتن ايمن، انا لما اكون في منظومه زي النهارده في النادي الاهلي تمام لابد ان انا اتكلم بالمنطق. طيب انا النهارده عصام فتحي انت في منظومه اتحاد الكره ورئيس لجنه الحكام، اتحاد الكره خد قرار باستدعاء خبير اجنبي نتيجه التدهور التحكيمي الموجود. حضرتك مش عاجبك القرار؟ امشي، خد بعضك وامشي. ده حتى ما زلت حتى الان ولا احنا عارفين انت موجود، ولا اتحاد الكره عين رئيس لجنه الحكام، ولا اي، ولا مين يدير لجنه الحكام، ولا مين نائب رئيس لجنه الحكام. الدنيا يا كابتن مش واضحه، وده مش في صالح الكيان، مش في صالح مسابقه الدوري العام.
احنا مش محتاجين يا كابتن للناس كلها يا كابتن ايمن العداله التحكيميه بالزبط. والمعيار يكون واحد في كل المباريات بالظبط. هنروح للحالات بقى يا كابتن وهفرجك الحالات التحكيميه والمقارنات وحاجه كده يعني انت حضرتك هتستغرب وهتندهش ازاي دي ازاي دي. ماشي اتفضل كابتن ابراهيم الدين حكم المباراه مساعد رقم 1 هشام الدسوقي منطقه الغربيه. عندنا العقاد مساعد رقم 2 النهارده متميز. محمد يوسف الحكم الرابع على الفار كان وائل فرحان ثاني ومحمد عزيز. يلا خلينا نروح للحاله الاولى. هنا ستوب قبل ما نروح للحاله يا كابتن يعني يا ريت حضرتك كابتن اسامه تبقى معايا كابتن عبد الله كابتن شريف. اهو الحكم يبعد كام يا كابتن؟ من فضلك بس خليك معايا يا سمير. ياردتين ثلاثة. خليك معايا واحدة واحدة. يبعد كام؟ ثلاثة أربعة ياردات. أربعة. هل أنت النهاردة في حد حجب عنك الرؤية؟ لا. سؤال. لا خالص. هل هذه المخالفة في الإعادة لما نشوف فوت إن فوت في دهس على القدم هنا بس. أرجع تاني. هنا محمد عبد رقم 15 هنا فوت إن فوت على رجل. تستحق كارت. دي مفيش فيها هزار. تستحق كارت. التهور وهنا بنقول تهور. ده بيجاملك يا كابتن وبيديك فاول. وإنذار. ده رايح. وكانه بيجاملك انه مديك الفاول. الغريب يا كابتن احمد يا كابتن شريف بص عايز يديله انذار كمان. عارف يا كابتن انا قلت ايه واحنا في الجنه يا كابتن. كابتن شريف الحكم المولد انا قلت في الدقيقه 2 يا بلال بس خلينا نقف بس لو سمحت. ادى انذار الاثنين ادى انذار. هذا الحكم الجريء لم يحسب الحسابات صح. خلي بالك الدقيقه 2 تدي انذار يا اسامه ممكن 5 دقايق اللاعب يطرد. انا ماليش علاقه بقى مباراه قمه مباراه تحديد مصير انا كحكم ببص لنفسي. ده اللي احنا بنقوله وقلنا يا جماعه نتعلم من الحكم. انا معلش انا النهارده ركله جزاء هنا في حاله تهور واضح. نشوف بقى العاده بقى تاني بعد اذنك كابتن مريم انت تبعد بالظبط هنا 4 ياردة أو 4 متر. انا بقيسها حاجه جواد هنا يستحق البطاقه الصفراء. لم تشهر له البطاقه الصفراء في هذه الحاله عشان انا هروح لحاله تانية كابتن ايمن وهشوف. خلينا نروح للحاله التانية. يلا هرجع بقى تاني بقى اشوف تمركز الحكم الاول واحده 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 عشان احنا يلا 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 ماشي يعمل باص ستوب ستوب. الحكم فين؟ واحده واحده عند الدايره. خلي بالك واحده واحده معاكم عشان بس نبقى مقنعين مع الناس في اخر دايره نص الملعب. طيب يلا خلينا نمشي 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 ستوب. الحكم فين؟ بعيد بعيد خطوتين ثلاثه. طيب. عندنا عندنا فلسفه في التحكيم بتقول ايه يا كابتن؟ الحكم الشاطر انك انت لو لم تتواجد في الحدث خاصه داخل الصندوق ويكون عندك قراءه بالحدث ده لو ما عندكش حس ان هنا ممكن تحصل مخالفه وانت بعيد لابد تحضر حالك. صح. تحضر حالك ايه؟ باقصى سرعه تبقى متواجد على الاقل هنا. مظبوط. على الاقل فين؟ والله ما عندنا ملوش. يبقى انا النهارده سبرنت جامد قوي. ليه؟ النهارده في مدافع ومهاجم اكيد في حاجه تحصل. والله ما عندنا ملوش راي. هتكلم يا كابتن شريف برافو عليك. هرجع تاني يا سمير معلش عشان خاطر دي لعبه مهمه ودي محور كلامنا النهارده في هذه الحاله. انا عندي مساعد رقم 1 هشام الدسوقي. يا كابتن هشام الدسوقي انت النهارده حكم في الميدان اعتبر ان الفار مش موجود. هرجع تاني للحكم هرجع تاني للحكم واقف يا سمير معلش عشان خاطري هرجع تاني للحكم بعد اذنك. ستوب. كابتن في حاجه اسمها كوبريشن بتوين بتوين من مين؟ سيستم ريفري اند ريفري. ده في القانون التعاون ما بين الحكم والحكم ايه؟ المساعد. المساعد والحكم. مظبوط. دي حاجه دي قاعده. لما انا كحكم مساعد النهارده الاقي الحكم بتاعي هنا على الدايره. بس بص يا كابتن لو كملتها ما كانش في حد حاجب الرؤيه عن الكابتن ابراهيم نور الدين برغم بعد المسافه. بص كده تاني. ماشي انا همشي معاك بس واحده خد خطوتين. انا بتكلم شوف احسن. انا بتكلم في ايه؟ هذا القرار ما ينفعش يفلت من الحكم. صح. ولا من المساعد رقم 1 ولا من الفار. انا بحدد مسؤوليه دلوقتي. هناك تقاسم المسؤوليه. فين المسؤوليه موجوده؟ طيب انا كحكم مساعد بقول ايه؟ بقول لك يا ابني لما يكون الحكم في نص الملعب وفي داخل الصندوق في حاله حضر قرارك وحضر حالك. هاخد القرار منك. انا بقوله كده. ايوه انا النهارده هشام الدسوقي. خلينا بقى نمشي نمشي يا هشام. خلي بالك نفس اللعبه عند هشام الدنيا واضحه. صح. ومفيش لاعب قافل ولا في لاعب قافل زاويه الرؤيه على هشام. الدافع موجود يا كابتن. لعبه واضحه جدا ومحدش يقول لك الدفع بسيط ودفع قوي. الدفع هو الدفع. الدفع في القانون هو الدفع. مظبوط مظبوط. يبقى انا النهارده بتكلم على ابراهيم. ابراهيم طيب انا بقول ان ابراهيم كان نتيجه البعد
لم يشاهد اللعبه او لم يتاكد بتفاصيلها. اه ممكن ما يكونش لم يتاكد بتفاصيلها، بس هو خد خطوتين للجنب وشافها. كابتن انا معاك، انا هدي احتمال او هفترض افتراض ان هو ابراهيم ما كانش عنده التفاصيل. تمام، الفرحان بقى اللي على البار، تعالى بقى هروح للمساعد هشام الدسوقي هقول له في شك بلانتي مثلا في الكوميونيكيشن، ابراهيم انا شاكك في اللعبه. طيب انا النهارده انا من حقي كحكم في الكوميونيكيشن، يا فار شايك لي اللعبه دي كويس، انا شاكك فيها بس مش شفتهاش. طيب السؤال يا كابتن وائل، هذه الحاله اللي قدامك دي ما تتعادش في الفار؟ دي ما يتمش استعاد حكم فيها؟ لا يا كابتن، انا هنا عندي مشكله كبيره يا كابتن عصام. حكامنا عندهم مشكله في التقدير، في تقدير المخالفات ومعايير احتساب المخالفات. معلش يا كابتن، لا هم ما عندهمش مشكله، لا دي تعمد. كابتن انا مش هتكلم في التعمد، لا انا اللي انا اتكلم دي تعمد. انا بتكلم كتحكيم يا كابتن وبتكلم منطق. هل هذه الحاله يا كابتن شريف، هل هذه الحاله يا كابتن احمد السهله جدا جدا، انا كفار النهارده انا عملت الفار ليه سؤال؟ هذه الحالات الواضحه ان الحكم بعيد وهنا الدفع موجود، خلاص الدفع هنا بالجسم وليس باليد، عشان مثلا حدش يقول لي اليد ما طلعتش، ولكن هنا الدفع بالجسم وده موجود في القانون. تسمح لي ثانيه واحده؟ اتفضل. الكوره اللي جابها احمد عبد القادر الهدف بتاعنا، اه السيد اللاين مان اول واحد رفع الرايه، تمام، ده وهي ايه دريبلر ثانيه وشوطه دايركت على الجول، تمام. كل ما حصل ان حسام حسن خد خطوه لقدام اصبح في الحاله دي اوف سايد، فتوهموا ان هو عمل كاشه على حارس المرمى، فاذا استخدم القانون هنا وعلى طول كله اشتغل، تمام، كل اشتغل، فار اشتغل، هنتكلم في الحاله دي كده، بص خطوط اشتغل، لاين مان اشتغل، ايوه صح، حكم صحي قوي، ايوه اي حاجه ضد النادي الاهلي، وعمل الفيلم لانها ضد النادي الاهلي، ثانيه واحده، عمل الفيلم بتاع نستنى نشوف الفار، اصل يمكن أيوة هدف، احنا بنقول كده الكومبينه كلها مديه اوف سايد، ها النو تايم في ثانيه واحده، هنا ابيض اخرس اعمى، مفيش حاجه خالص في كره زي دي، ولا تعليق عشان ضد النادي الاهلي، ده اللي احنا بنقوله يا جماعه. احنا دايما كابتن اسامه، دايما انا بجيب كلامي وانا كنت محاضر، دايما بجيب كلامي بالمقارنات عشان بس نوري جمهورنا او جمهور كره القدم دلوقتي اللاين مان، هذه الحاله اللي لم تحتسب يا جماعه. يا سمير من فضلك، في حاله الدقيقه 70 من فضلك محتاجه جدا يا كابتن سمير، الدقيقه 70 خلاص، احنا قلنا هنا اللاعب في موقف سليم وان ركله الجزاء الصحيحه لحسام حسن نتيجه الدفع الواضح لم تحتسب، اوكي الدفع كابتن بلال هنا كتف مش كتف يا جماعه، كتف مش في كتف، ده دفع في الظهر، دفع في الظهر. سمير دقيقة 70 من فضلك عشان بس انا عاوز اعمل مقارنة. الكابتن ابراهيم حسب دي، بص يا كابتن انا ما اجيب من عندك يا حكم، كابتن بلال انت رحت انفراد او ركله جزاء وحطيتها ناحية اليمين، انت اللي لعبتها، المرة الثانية رحت مضيعها، انت اللي لعبت اللعبتين، انت اللي قدرت اللعبة، انت وهكذا. الحكم بنقوله دايما ايه؟ خلي تقديرك واحد في كل الألعاب. عارف يا كابتن انا بشوف ان 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 الفار يعني هو المسؤول الاكبر عن المسؤوليه دي، سيبك من فنيات ابراهيم نور الدين، هو يعني كان يجب ان هو يبقى اسرع من كده، يجب ان يكون متواجد في ال 18، لكن كره زي دي يعني الطبيعي جدا ان الفار هو اللي يحسمها، طبيعي جدا ان هو زي ما جابه في البنالتي بتاع النادي الاهلي الجول الثاني بالظبط، لازم هو اللي يجيبه في الحته. طب اقول لك على حاجه يا بلاد، صدق ان ركله الجزاء اللي لم تحتسب اقوى بكتير جدا جدا من لمسه اليد، شوف اسهل في القرار مظبوط اللي هو لم يستدعي فيها الحكم، اوضح بكتير طبعا بكتير، يمكن كان عايز يعني والله يا كابتن بقى يعني انت كحكم ما عندكش ثقه في نفسك او انت شايف انك انت كان هناك قرار للنادي الاهلي لم يحتسب، ويعني انت قعدت حساباتك الحكم الشخصيه التحكيميه لا تعيد حساباتك، انا بقول لك كلمه لا تعيد بعد اذنك، النتيجه كانت 1-0 الموضوع خلص خلاص. انت عايز اقول لكم حاجه مهمه، لا بالعكس يا كابتن، ده 1-0 ما يحسبش، لا 1-0 لا 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 طب لا 1-0 وخلاص، الموضوع انه في تعادل لازم. بص السنه اللي فاتت النادي الاهلي خسر الدوري ب 18 بونت من الفار، بسبب التقديم منه الفار، مظبوط 18 بونت. الفيلم بيتعمل السنه دي انه هيحصل في حاجات كتير، اي جول النادي الاهلي بيجيبه الفار لازم يراجعه فورا، اي لعبه النادي الاهلي بيعملها الفار لازم يراجعه، كتير قوي العاب للنادي الاهلي ما بتحصلش، فكويس ان الكابتن نصر اهو موجود، يعني لازم الناس تعرف انه
الحكام اللي هم قاعدين على الفار بالذات ها هيتكشفوا قوي لو اخطاوا الاخطاء دي، زي الخطا النهارده الفظيع اللي حصل ده. بالزبط. يعني ده مش خطا فني، انا تمام. ما بقولش عليه فني يا كابتن ناصر بعد اذنك ده. طيب. ولا نظر لا ده طيب. ده تعمل. احنا كابتن هيبقى لنا حلقه، خلي بالك انا عندي كلام كتير هقوله، بس خلينا بقى نتكلم. كابتن اسامه معايا، كابتن بلال معايا، الحلقه اللي جايه مقارنه ما بين ركله الجزاء اللي تم تحتسب والفاول اللي جاي ده. سمير من فضلك هات لي الفاول بعد اذنك. يلا هنا صلاح محسن بيبتدي يروح واحد ضد واحد. تمام تمام، انا مش هتكلم، حد يتكلم يا جماعه مش حاجه خالص. هي انا مش هتكلم يا جماعه. كابتن بلال وحسبها دي، حسبها فاول خطا على صلاح محسن. ده بقول لحضرتك ايه كمان، يلا جار. ودي يمكن دي مثلا اسهل يعني، قصدي يعني ده الثانيه اوضح. كابتن بلال ايه رايك؟ هي بالظبط. اسامه لا هي بالظبط، هي كلنا متفقين. والله ما بنجامل حد صح يا كابتن ابراهيم. هذه الحاله هي مطابقه تماما لركله الجزاء حسام حسن، اختها او هي نفس المخالفه. مزبوط. من نفس النوع. مظبوط تمام، ومع ذلك نفس دي اتحسبت. ابراهيم انت فين يا ابراهيم؟ مش موجود في الكتب. انت خدت القرار كده بالشكل يعني؟ انت خدت القرار. هرجع لي تاني يا سمير، معلش هنا الايد ما خرجتش برضك، نفس لعبه حسام حسن. أيوة. والمدافع يا دوبك حصل التلامس، والدفع حسب على لاعب النادي الاهلي صلاح محسن. دي زي دي صح. ده السؤال يا كابتن عصام، والله ما في مشكله، انت راجل بتطور وراجل يعني محترم وبتشتغل كويس قوي، ولكن حكامك ما بتطبقش يا كابتن. انا ايه الفايده النهارده؟ انا بعمل تطوير 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 تطوير، والحكام بتيجي في الملعب ما بتطبقش التطوير. هي على الاقل بتبوظ شغلك او العكس. يعني انا عاوز اشوف المشكله عند مين، ولكن هذه المخالفه من نفس نوع المخالفه التي لم تحتسب ركله الجزاء لحسام حسن. يلا خلينا نروح ل مقارنه كمان الحاله الثانيه. بص يا كابتن، انا عندي اختلاف المعايير دي اصعب مشكله تقابل الحكم، وانا قلت الحكم البولندي 8 بطاقات، 4 لنادي الزمالك 4 لنادي الاهلي، نفس المعايير كانت هنا وكانت هنا. يلا خلينا نروح للحاله اللي جايه. محمد عبد الجواد يكرر نفس المخالفه في الدقيقه 35. مظبوط. هو خلي بالك في الدقيقه 15 او 19 كان يجب اشهار البطاقه الصفراء. صح. قلنا فوت انفوت ده. مظبوط. تعال نشوف هنا. هنا القدم في القدم للاعب نادي الاهلي. اللاعب بتهور. هقول لك على حاجه مفاجاه. والله هذه الحاله اللي خد فيها الانذار اضعف بكتير من الحاله اللي ما خدش فيها الاولانيه. مظبوط. اين معايير الحكام في تقدير المخالفات يا كابتن؟ يعني عايز اقول لك على حاجه، دي ممكن ما تديش فيها انذار. انت اتفقت معايا اهو، لكن الثانيه انذار 100%. يبقى انا النهارده يا جماعه انا عندي مشكله. تخيل دي يا كابتن. انا عندي مشكله يعني الثانيه دي بس على رجلي ودي خطوه. عندك مشكله كبيره يا كابتن، وانا عندي مشكله اكبر. اتفضل. الفرقه اللي بتلعبنا تحت حمايه، انت شايف بيلعبوا ازاي؟ دول تحت حمايه، هم عارفين ان مفيش حاجه هيحصل لهم اي حاجه. تمام. هم تحت حمايه. اتفضل كابتن علي. انا بقول يا كابتن ابراهيم والله ما فيش مشكله، ولكن المعايير مختلفه يا كابتن. انت النهارده قدرت بالنادي الاهلي، بلاش النادي الاهلي، اي نادي مكان النادي الاهلي النهارده كان لاعب يجب اشهار البطاقه ليه في الدقيقه 35 من الشوط الاول. صح. نفس استنى بس سمير، نفس مباراه بيراميدز احمد توفيق. مظبوط. احمد توفيق في اخر الشوط الاول كان يجب اشهار بطاقه ليه في الدقيقه 45. مظبوط. خلي بالك 11 ضد 10 تفرق كتير جدا جدا في كره القدم، اكيد انتوا عارفين اكتر مني في هذه الحاله. حالة بعد كده يلا ستوب، انا بلف بدوران يا كابتن. انت بلال، انت النهارده سؤال، هات لي بس اللايف بتاعها من اول. يعني انا اجيب ستوب بس اقف بلال يا اسامه، الله يخليك شريف عبد المنعم، انتوا كنتوا في روضه وعادي. لو انت لفيت ورحت رايح ومعدي عندك فرصه هجوم، مش فرصه محققه، لو انت استلمت ورحت عندك فرصه هجوم واعد ولا ما عندكش؟ اتليست هشوطها، يبقى انا عندي فرصه. او ممكن يا كابتن، لولا لم ترتكب هذه المخالفه، لو لم ترتكب هذه المخالفه كان ممكن توصل لراح فين؟ مزبوط. كان راح عدى ما بين الاثنين. صح. عنده يعمل دريبل ويروح، عنده يصلح زي ما بلال قال ويشوط. يبقى اذا دي تعطيل هجوم واعد في القانون عندنا ايه؟ كارت اصفر، انذار. هو حسب المخالفه ولم يشهر البطاقه الصفراء للاعب الجونه محمد نجيب. طيب ماشي ماشي ماشي. اللي انا عاوز اقوله يا كابتن النهارده، تاني بقول النادي الاهلي او اي نادي لا يطلب الا العداله التحكيميه. صحيح. التحكيم النهارده ظلم النادي الاهلي في عدم احساب ركله الجزاء،
في عدم طرد لاعب اللي هو لاعب الجون محمد جواد. وزي ما قلت لولا النادي الاهلي النهارده ولاعبته وروح القتاليه اللي موجوده والاداء كان ممكن النهارده المباراه تروح في حته ثانيه يا كابتن بلال. من فضلكم يا جماعه لجنه الحكام اختاروا الحكام من فضلكم اللي تحافظ على كيان المسابقه وتكون العداله في اختيارات الحكام دي اصل الحكايه. صحيح يا كابتن. توفيق للنادي الاهلي والتوفيق للتحكيم كل الحكام واللجنه الحكام تاني. محتاجين يا جماعه نشتغل على نفسنا كويس، محتاجين النهارده اللي جاي صعب. صح. اللي جاي صعب، مفيش حد طالب اكتر من حقه. بنقول ادوا للناس حقها، لو ما عندكوش تحكيم هاتوا بقى حكام اجانب. صحيح. شكرا كابتن ايمن وانا اسف جدا على لا يا كابتن، ده انا متشكر جدا، شكرا جزيلا يا كابتن، امتعتنا كالعاده.